أسعد الله بكل الخير أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم الطبي صحتك في رمضان. يكثر في شهر الصيام عادة إعداد العديد من الوجبات المحتوية على نسبة عالية من السكريات، ويكثر أيضا عدم الاهتمام بعد تناولها بتنظيف وصحة الأسنان والفم. فما مدى أهمية العناية بالأسنان؟ نتابع سويا طبيبتنا المختصة لتحدثنا عن تسوس الأسنان والتهابات اللثة. تسوس الأسنان والتهاب اللثة هو عبارة عن أجزاء من أسنان مصابة بالتعفن الذي قد يتطور إلى ثقوب صغيرة أو كبيرة بشكل تدريجي. التسوس الذي يسمى أيضا تعفن السن هو نتيجة لعدة أسباب وعوامل مجتمعة معا، من بينها أسنان غير نظيفة، عدم الاعتناء بنظافة الأسنان، تناول حلويات ونقارش ومشروبات تحتوي على السكر وغيرها. ويشكل تسوس الأسنان إحدى المشاكل الصحية الأكثر انتشاراً في مختلف أنحاء العالم، وهو منتشر بالدرجة الأولى بين الأطفال والمراهقين، إلا أن كل إنسان في فمه أسنان قد يصاب بالتسوس. وفي حال عدم معالجة تسوس الأسنان فإن الثقوب قد تكبر وتتسع، مما يسبب آلاماً شديدة، التهابات وحتى فقدان أسنان ومضاعفات أخرى. التهاب اللثة وهو عبارة عن ذلك التهيج والإحمرار الحاصل فيها، والذي قد تتسم أعراضه بالخفيفة كالإحمرار البسيط في اللثة، أو بالأعراض الحادة التي بدورها ستؤدي لشعور الشخص بألم شديد. وتعزى أسباب التهاب اللثة إلى الإهمال، إهمال الشخص بالاهتمام بنظافة فمه وأسنانه، أو بسبب نمو الأسنان بالفم بشكل عشوائي، أو بالإصابة بالالتهابات البكتيرية. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مشاهدين الأعزاء، كل سنة وانتم طيبين وشهر مبارك. طبعا حلقتنا اليوم بتكون عن تسوس الأسنان والتهاب اللثة. أولا بنبدأ بتسوس الأسنان. ما هو تسوس الأسنان؟ هو أحد المشاكل الصحية الأكثر انتشارا في العالم بسبب الجراثيم والبكتيريا الموجودة في الفم، الذي قد تتطور ما لم يحدث تنظيف منتظم واهتمام بالأسنان إلى إحداث ثقوب صغيرة في الأسنان، وتحدث تشوها كبيرا في الأسنان عدا عن الألم المصاحب لذلك. أسباب التسوس، طبعا أسباب التسوس نحن نعرف إن تجويف الفم أو الأورال كافيتي يحتوي على عدد كبير من الجراثيم والبكتيريا. هذه البكتيريا ما لم يتم تنظيفها بشكل دوري ومنتظم يوميا تؤدي إلى إفراز الأحماض أو تكوين أو تحويل السكريات والنشويات التي نتناولها يوميا مع الأطعمة إلى أحماض. هذه الأحماض تؤدي إلى إزالة الطبقة المعادن الموجودة في السن، أو تؤثر على طبقة الميناء التي تعتبر هي الطبقة المعدنية أو أقوى طبقة موجودة في السن، مما يؤدي إلى تكوين ثقوب صغيرة، وبالتالي دخول هذه الجراثيم إلى تجويف السن، ثم بعد ذلك تدخل إلى الطبقة الثانية اللي هي طبقة العجز أو الدنتين. يكون التسوس في طبقة الدنتين أكثر انتشارا، ثم بعد ذلك يصل إلى طبقة اللب أو طبقة البلب أو نسميه دنت البلب. في هذه المرحلة يبدأ التسوس أو تبدأ الأسنان بالشعور بالألم، ويؤدي إلى تهيج الأسنان، ومن ثم تبدأ المشاكل والمعاناة مع الأسنان. طبعا هناك عوامل عديدة أو كثيرة من شأنها زيادة خطر الإصابة بالتسوس. من هذه العوامل تناول الأطعمة المحتوية على السكريات والنشويات المخمرة الذي تسمى الفيرمنتد كربوهيدرات، مثل السكاكر والمشروبات الغازية والمقليات مثل الشيبس، المياه المعدنية المصفاة التي لا تحتوي على مادة الفلورايد، لأن الفلورايد يلعب دور مهم جدا في الوقاية من تسوس الأسنان. العامل الثالث اللي هو الباد دينتال فيلينج أو بروستيك،
اللي هي الحشوات والتعويضات السنية السيئة إذا كانت مركبة بشكل غير صحيح أو سليم. اضطرابات التغذية، الأسنان كمان الذي تشكو من التراجع اللثوي أو الجنجايفر ريسيشن، بعض الأدوية مثل الأدوية المضادة للتحسس وكذلك أدوية السرطانات وأدوية الصرع، لأن هذه الأدوية تقلل من إفراز اللعاب وبالتالي تتكاثر البكتيريا مما يؤدي إلى انتشار التسوس بشكل كبير. المضاعفات والأعراض، أولا الرائحة الكريهة بالفم والمذاق السيء الذي يسمى الباد أودر أو هاليتوسيس، بين اللي هي الأوجاع وخرق، تخلخل الأسنان وظهور بعض الفراغات، مشاكل بالمضغ والتهابات حادة. الوقاية من تسوس الأسنان، أولا بتنظيف الأسنان وتدليك اللثة بالفرشاة والمعجون كل صباح ومساء وخصوصا قبل النوم، والمضمضة بالماء الدافئ والملح أو الأورال ووش أو الماوث ووش إذا لزم الأمر، واستخدام الخيوط السنية لتنظيف بين الأسنان وتنظيف باطن اللسان والخدين. طبعا الآن تكلمنا عن الوقاية، لكن إذا قد حصل وفي تسوس كيف نعالج هذا التسوس؟ أولا بالحشوات الفضية أو التجميلية أو العلاجات التعويضية أو علاجات جذور الأسنان إذا كان قد وصل التسوس إلى الدنتال بلب. آخر علاج في التسوس الخلع إذا كانت الوسائل الأولى غير متاحة وغير ممكنة. موضوعنا الثاني اليوم هو التهاب اللثة أو الجينجفايتيس. طبعا السبب الأساسي في التهاب اللثة هو نفس السبب في التسوس، تكون طبقة البلاك. طبقة البلاك هي مكان لنمو البكتيريا والجراثيم، إذا لم يتم إزالتها تنظيفيا كما تكلمنا سابقا تؤدي إلى إما تسوس الأسنان أو التهاب اللثة، وبالتالي تدمر الأربطة حول السن المسمى بالبيرودنتال ليجمنت، وبالتالي قد تمتد إلى العظم اللي هو الألفيولار بون. من أهم وتعتبر أمراض اللثة من أهم الأسباب لفقدان الأسنان. علامات والأعراض التهاب اللثة، أولا تورم اللثة وإحمرارها وألم عند لمس اللثة والنزيف، رائحة كريهة ومنفرة وتغير لون اللثة، كما إن هناك عوامل أخرى تزيد من خطر قابلية الإصابة بالتهابات اللثة اللي هو عدم العناية بتنظيف الأسنان بشكل دوري، مرض السكر، عوامل وراثية وعوامل هرمونية مثل الحمل أو تناول الأقراص المانعة للحمل، كذلك أمراض نقص المناعة مثل الإيدز وبعض السرطانات، وبعض الأدوية كما تحدثنا سابقا مثل أدوية السرطانات والمضادة للتحسس وأدوية الصرع والجلطات. علاج أمراض اللثة، من السهل جدا علاج أمراض اللثة إذا كان في المرحلة الأولى ولم يمتد إلى الأربطة السنية، عن طريق إزالة طبقة البلاك إذا كانت لم تتحول إلى أو تتطور إلى جير، وذلك بالفرشاة والمعجون. إذا قد تطورت وكونت طبقة جير إزالتها عند طبيب الأسنان بالتنظيف الدوري للأسنان، وينصح بعمله كل 6 شهور بعمل السكيلينج أو التصفية سواء كانت يدوية أو بالآلات خاصة عند الطبيب الأسنان. بعض التوصيات للوقاية من تسوس الأسنان والتهابات اللثة في رمضان، أولا تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون من 2 إلى 3 مرات يوميا، وخصوصا قبل النوم بعد السحور مباشرة قبل الإمساك. لابد من تفريش الأسنان واستخدام الخيط السني لتنظيف البقايا الطعام المتواجدة بين الأسنان، واستخدام المضمضة بالماء الدافئ والملح إذا لزم الأمر. طبعا لابد من الالتزام بهذه التعليمات للمحافظة على أسنان سليمة، ونقلل من انبعاث الروائح الكريهة أثناء الصيام، وهي مشكلة منتشرة جدا خصوصا في مجتمعنا اليمني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يمكننا الوقاية من تسوس الأسنان؟ التقليل من تناول الحلويات، تنظيف الأسنان جيدا بطريقة صحيحة،
استعمال الخيوط السنية لتنظيف ما بين الأسنان. استخدام مادة الفلورايد فهي مادة تساعد على الحماية من تسوس الأسنان، ولكن يجب استخدامها بحد معقول. الزيارة الدورية لطبيب الأسنان فذلك يساعد في الاطمئنان على اكتشاف أي تسوس في مرحلة مبكرة وعلاجه. التغذية الصحية المناسبة. إلى هنا وصلت وإياكم مشاهدينا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة، كما الشكر أيضا لمستشفى 22 مايو الحديدة على اهتمامه بتوعية المشاهد بالأمور الصحية. دمتم جميعا بألف خير، إلى اللقاء.